اسمح للي ايش اسمح للي كل علومك واحوالك. مشاهدين الكرام، متابعين برنامج أقع لومك في نسخته الثانية، متواصلين معاكم ومع المقالب اللي نعملها في مجموعة من الفنانين، سواء كانوا الفنانين القدار أم الفنانين الشبان، سواء كانوا شباب أم من البنات. اليوم احنا معانا فنان شاب ناشئ يتمتع بطعم الكوميديا، دائما ما نراه في الأعمال الكوميدية وبالتحديد في المسلسل الشهير مسلسل درايش 1 و2 و3، والآن يحضر لمسلسل درايش 4. فنان اليوم الفنان عبد الحكيم الصالحي. عبد الحكيم ما شاء الله عليه كان ذكي، ذكي جدا. حس أن في حاجة، في شيء غير طبيعي، دائما يقول لي هو جالس محمد أنا أحس أن في حاجة، في حاجة. خلونا نشوف عبد الحكيم وش اللي راح يصير. عبد الحكيم هذا بتشاهدونه بعد شوي في أقع لومك 2. عبد الحكيم؟ عبد الحكيم كيفك؟ شو أخبارك؟ مرحبا. كيف أخبارك؟ أنت ممثل صح؟ أيوه. ممكن توقع لي؟ ممكن قلم؟ ما عندك ورقة؟ عندك ورقة؟ لا ما عندي. زين بإيدك؟ يا عادي مو مشكلة. لا لا ترى أريد هذول ما أوراق، إيش بسوي فيهم؟ ما بقدر أحتفظ فيهم. بسوي لها سكان عادي، بسوي لها سكان. يعني وقع يسوي سكان تحطين الصورة في ال إيش أنت إيش علاقتك أصلاً؟ أنتوا متفقين ولا كيف؟ لا والله أبدأ لو سمحت. أطلع في يدك؟ زي القلم كل شيء. أنت ما ممثل؟ لحظة ممثل بس ما هو ممثل. لا يعني عبد الحكيم لا شو عطني 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 اوكي وقع انت خلاص. لا موقع شوف امسك اخله بيت بيت اخله هنا. انزين عادي وقع. لكن خلاص ما صار. ايش فيك؟ وقع وقع. ايش فيك؟ انتم متفقين؟ من اللي متفقين؟ انت على فكره غريب يعني، وحده معجبه وتريدك توقع لها وانت تنازع؟ لا بس الحركة ما استغربت يعني كيف. إيش إيش المشكلة إذا في يدي يعني؟ أنا طلبت توقع لي في رأسي مثلاً. وشوف أنت. خلاص. عفواً أنت إيش؟ خلاص خلاص عبد الحكيم تعال. إنزين ما. خلاص نص نص شيء خلاص بس حين. ممكن توقع لي؟ عبد الحكيم. إنزين. خلاص شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ أنا ما أفهم صراحة. أنت إيش فيك؟ إيش فيك؟ واو. إيش فيك؟ شوف لا. اختيارات الحين. لو سمحت توقع لي. غصب يوقع لي. لا عصبت فعلا يعني اسلوبك وايد ويكفي شكلك كانك ارنب. اسمح لي. اول ما عجبت متوقع بالغصب. انت ايش فيك اصلا يعني؟ بصور بعد اذا ما عايبك. وين؟ وين بصور؟ وين وين الممثل؟ وين الممثل؟ من الممثل؟ وين؟ درايش. وين بيكون الممثل؟ في بيتكم؟ بل 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 بل. ممكن تصور؟ صورنا. غصب عنك بس عند فيك. أفا. لا بصور. 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 يا أخي مو بغصب. غصب غصب الحين بس عند فيك غصب. عند فيك. أعطيك أعطيني 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 بسرعة بسرعة أعطيني. خليني بدور تليفوني. لا تتنفخ وتتنبر. وأبوي اسمح لي. تفضل. إذا تعرف تستعمل تليفونات بعد. وشوف أنت. إحنا عسفيت والله والله. من هذا؟ قسم بالله محمد. والله والله والله. ما يعني حتى ما تعرفه منو؟ يعني محمد. بقول لك شيء بس أفهمني. اسمعني اسمعني يعني أنا معجبة فيك مو أكثر. أريد كنت سوقيعك. ليش أنت تعصب يعني؟ ليش عصبت علي؟ يعني يعني. ليش مساء قاعدة في اللوبي أسألك أنت أختي تشتغلي هنا ولا لا؟ تقول ترفزي علي؟ شكلي يعني لابسة يونيفورم وشيء. أنا مجرد أنا سألتك. أنا جيت المساء سألتها تشتغلين ولا لا؟ ايش دخلك؟ يعني لا أنا أتكلم فريق. أتكلم معاه ما حلو أسلوبك. إنزين أوكي أوكي. يعني المفروض فنان. إنزين أنت صور. ما أعرف شو بحطونه بال. إيش؟ على فكرة أنت وايد مستفز والله العظيم. إذا أنت مدير أعمال يعني فعلًا أنت فاشل. أفا. أخبارك إيه؟ الحمد لله سير. تمام. كيف أمورك؟ الله يحييك. تمام الحمد لله. كلمني كل عنك محمد يعني. السابق اللي كلمتك عنه. أها. فنان يعني ناشئ. ما شاء الله يعني.
الشيء المميز فيه ان فنان مسرحي وتلفزيون نفس الوقت. رائع. فنان مسرحي تلفزيوني يعني تقدر بالفعل انه يتحدى النجوم الشباب في مصر. ما نقدر نقول تحداهم عشان ما نقدر اضيع على جامعه عبد الحكيم ولكن نقدر نجاريهم. مثل ادوار السكران، مثل ادوار المجنون، مثل ادوار الطفل. هو طالما مثل مسرح يبقى كويس، هو المسرح اساسا فعلا زي ما انت عارف. سر 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 احنا عايزينك في السينما. والله انا اعشق السينما بامانه. هو ده المهم، انت بتحب السينما هو النهارده احنا جايين عشان عمل سينمائي كويس. انت انا باختصار فكره الفيلم يعني ان انت هتكون حسن حسني هو بطل الفيلم وبطوله جماعيه، بس حسن حسني هو يعتبر المين الفكره الرئيسيه في الفيلم. هو عايز في لندن، اولاده بيكبروا قدامه فخايف هو يضيعوا في العادات هناك والتقاليد، فعايز يحافظ على عاداتنا الشرقيه. فيعمل ايه؟ واجب عمل كبير مدرسة. يعمل مدرسه هاي سكول هناك لطلاب الجاليات الايه؟ العربيه. لا اسال عاد من هو هذا الشخص؟ معك هيكون بقى من النص معاك حسن حسني طبعا هو النص الكبير تعرف اللي هو يعتبر هو معروف حسن. معاك احمد حلمي، معاك احمد عيد، احنا عايزين خليجي ناخدك انت وفي السعودية يعني البيئة الخارجية، فاحنا عايزين حد مستطيع عمل كل دور في الفيلم. فانت هتبقى عامل طالب داخل المدرسة دي، تعرف تتكلم مصري؟ اه بتكلم كويس. طب حلو قوي كويس. والانجليزي بتاعك؟ لا هو الاكسنت اوكي بس ما كتير يعني. اصلا في يبقى طبعا 20 طلبه في لندن، فشويه عربي وشويه انجليزي الكلام هيكون مش مرهق والاحداث كلها عربي. انت عارف الكلمات اللي عادي اقدر احفظها وامشيها يعني. ما فيش مشكله بالنسبه لي. طب بالنسبه للبرايس يعني اجرك بتاخد قد ايه يعني؟ خلي بالك يبقى في سفر يعني، التصوير يبقى في لندن وتصوير في القاهره وتصوير في لندن. استاذ رزق حلو ان عبد الحكيم يخبرك عن نفسه. لا هو ممتاز. لا احنا موظف توظف كان طالب الجامعه. هو بيخبرك عن الاعمال اللي عملها في الجامعه على مسجد جامعه مصطفى او نظر الجامعات في اللغه. انا عايز يمثلني حتى بالمصري. اسمح لي الله. الو ايوه الكلام المسعود يعني ايه احمد السقا ما جاش يعني؟ يعني ايه يعني؟ احنا مش بنلعب دلوقتي. احنا مش بنلعب. واللوكيشن محجوز وكل حاجه؟ يتحمل يتخصم العقد بتاعه، ولو مش عاجبه هات كريم عبد العزيز. مش قضيه خالص. هذا يعني اخذ انطباع بس يعني يمثلني نفسه صغير كده يعني حاجه حوار كده. لا يعني كيف مثلك يعني هو في مسرح استغرب الهجاء؟ لا مش مسرح يعني. يعني تريد بالمصري؟ ايوه عايز احس اللهجه بتاعته بس. بالمصري؟ اه اوكي آه. انا ابوك حسن حسني وانت يعني ابنه مثلا طالب من طلبه التلفزيون انك انت كريم عبد العزيز مقابلك اوكي؟ مثلا مثلا عند المصري الله تعمل كده ليه يا عبد الحكيم؟ بتتكلم عليه يعني؟ في حاجة عندك، في عندك مشكلة ولا إيه؟ أنت ضربت الواد. الواد مين ده بقى؟ الواد ده. أنا هو فين؟ أهو. أنت بتتريق عليه ولا إيه يعني؟ ما ينفعش الكلام ده. الله. أنا هتريق عليه. أه بتتريق عليه، من الصبح أنت بتتريق عليه، مفيش حاجة كده بقى من الصبح يعني مش عاوز عاوز أعمل لك إيه بقى؟ بص أنا هقول لك على حاجة. أهم حاجة عندنا هي راحة الزبون. أه. الفلوس ما تهمناش. لو سمحت يا فندم 15 جنيه بس. 15 جنيه بس على الجلسه اللي قاعدها انت هنا بقى. اسمح لي الله. شوف طيب. هو ايضا اتكلم عليه شارك في مجموعه من الافلام العمانيه. جميل. تقريبا اربع افلام عمانيه. جميل. و ده غير المسرح طبعا. ايوه غير المسرح ولا اثقله. وشارك بالاعمال الدراميه، شارك في اكثر من عمل درامي. عندك درايش اربع سنوات. درايش يعني مسلسل درايش معنا في عمان. المخرج الكبير اسمه درايش يعني اسم مسلسل درايش. في درايش حصل على جائزه في البحرين هرجان التلفزيون. اسمح لي اللي بس انت بتتقن اللهجه المصريه. لا يعني بتشوف انت موفي كتير يعني. لا كتير انا طبعا معجب يعني افضل ممثل عندي بصراحه في الكوميديا محمد سعد. بنحاول على فكره يعني بنحاول يعني بس هو عشان مشغول اصلا الفتره دي عن تصوير يعني كنا عايزين ناخد دور في الفيلم يعني. عبد الحكيم كم بياخذ في ال وانا عايز اكلمه اشوف ايه هو ياخذ 24 ريال. طبعا انت فاهم كده البطوله جماعيه يعني دورك مهم وكبير يعني.
هو ياخد 24 ريال الحلقه. انا ما اعرفش بالريال، انا 24 ريال ايه، انا ما بعرفش بالعملات دي، انا قول لي بالدولار عشان افهم تاخد كام فلوس. شوف يعني اصل ده مهم بالنسبه لنا كمنتج. 241 تختلف يعني المسلسلات تختلف عن الافلام طبعا في الحال يعني. لحظه عشان هو فاهم صح. انت خد 1000 ريال للشركه زي ما اتفقنا استاذ، هو ياخد 2800 للشركه. انا معاك اوكي، انتوا حوالين مع بعض، انا مش مشكلتي في كده، مشكلتي ان لا اذا كان تصوير فندل انتوا بتحملوه الباكت ماني وما اعرف ايه كل ده والاقامه علينا. اذا كان تصوير هنا برضه مفيش مشكله، احنا برضه حتى مصاريف هنا علينا مفيش مشكله خالص في الانتاج احنا بس انا مش فاهم العمله يعني بتساوي كام، قد ايه بالدولار يعني استاذي؟ يعني قد ايه بالدولار؟ انت بتاخد كسيد هو يطلب براحته عشان هو عارف كتير مش مشكله بس عشان انا عارف انا الميزانيه بتاعت الفيلم كام يا استاذ حكيم؟ لا انا بديت اشك حاجه يعني. شك في ايه؟ اسمح 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 للي يا استاذ. السلام عليكم استاذ ناصر. الله كيف صحتك؟ كيف الحال؟ كيف الحال؟ اهلا استاذ ناصر. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا استاذ ناصر؟ الحمد لله على السلامه. تفضل استاذ ناصر. استاذ ناصر اللي كلمتك انا. طب في ايه؟ انت مش قايل لي استاذ ناصر؟ انت كنت اخبرك دوري ناصر وعبد الحكيم خبرتك دور الشايب وفي الشباب كده. انا كنت عايز واحد بس يعني يضيف شرف من صفنا واحد بس. انا جبت اثنين. انا حتى فوجئت انت كنت قايل لي فنان وكبير انا فوجئت ما قلتش صغر في السن ولا مش عارف. لا لا انت بنيت لي ادوار اوكي بس طبعا. خلينا في الدور الرئيسي، الدور الرئيسي هو الاستاذ استاذنا ناصر هو اللي هيعمل الدور. شفت كل اعمال كتير قبل كده مع احترامي ليك يا استاذ انا ما شفتكش قبل كده معلش. لا 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 بس انا بس عرفت الموضوع يعني كامل. موضوع ايه؟ انا عرفت الموضوع. خلينا نخليها يا جماعه رجعنا حكيم احنا هنا معاك. احنا هنا معاك ولا في ايه؟ خلينا نخلينا احنا هنا مش معاك. خلينا ايه؟ بيتكلم على ايه؟ المهم خلينا على بال عامل مقلب. انا عارف لا ما انا ما بضيعش وقت يا استاذ الله يخليك والله انا ما بضيعش وقت. استاذ حكيم انا مش انا عارف انه في مقلب. وين المقلب؟ احنا مكان مكان حبيبي نجيب لك. انا عارف انه في مقلب من البدايه. عبد الحكيم عبد الحكيم ما بعرف ماذا ماذا بروح خلاص بروح زين روح ماذا بروح يا جماعه بس انا قاعد بالساعه. انت زعلان عشان الدور مش عشانك يعني؟ لا لا ما عشان الدور من البدايه قبل لا اجي استاذ ناصر قلت لكم ان السلف هي انه ان يا استاذ اعود ووقت يا استاذ انت وقتك انت فاضي مش مشكلتك احنا عندنا وقت مهم الوقت فيه ثمن معانا انت باين عليك فاضي. اوكي انا فاضي. اوكي انا مش فاضي انا ورايا شغل على اي مسافه بروح اعديه براحتك حكيم انت ما في انا اجي مخصوص انا وبعدين في مكان في طيران وبتاع حكيم قاعد تمسخر بحلم انك قاعد تمسخر يعني بنيه احلف لك اني ما اعرفك تقول في التقييم اقول لك من البدايه انا عارف الموضوع ترى اوكي كيفك؟ اذا ما عرفت الموضوع انا مش عارف ماله فيه ايه يعني جايبين صحينا منه فهموا ايش يا استاذ انت تو جاي هو يعني ما متخلفك ما انا داق عليك انت انا داق عليك انت انا داق عليه والاستاذ انت هو ممكن مش عشانك بس مش مشكله دي دي عادي مش فيها حل. ايه مش عشانك مش عشانك ايوه مش عشانك الدور مش عارف اي دور تتكلم عنه بقى انا مش قلت لك الدور بتاعك انا رايح ها حياكم الله عبد الحكيم طلع كاميرتكم هذه ومحطينها عبد الحكيم اقول لك انا عارف اني بخلص عبد الحكيم محمد اسمعني محمد اسمعني ما علي انا الحركات دي اسمعني عبد الحكيم ما تكلم ولا الاخر؟ انا ما نتكلم كيف يعني؟ انا قلت حاجه كاميرا ما فرقت معهم ايش معهم؟ عبد الحكيم في ايش والله ما فرقت متفق معهم ترى اصلا متفق معهم ايوه ايوه اقول لك اقول لك اقول لك هو متفق معنا على العمل صح؟ لا ما عمل عامل لك على المقلب اللي حاطينه اسمعني اسمعني احنا عاملين مقلب علشان انا فنان كبير وفنان قدير وعاملين مقلب لا اسمح لي انا ما فنان لا فنان قدير اسمح للي لا انت زعل انت فنان كبار والله استاذ صالح انا انا اول مره اشوفه اصلا قسم بالله انا ما طلبت منك ساد اول مره ولا ثاني مره هم لا تقول ان انت مثلت ومثلت ومونودراما واخذت جائزه في امريكا الحمد لله لا لا ما اخذت جائزه هم اخذت فين؟ ما اخذت انت قلت اسمح لي انت انا مثلت في امريكا بس ما اخذت جائزه في امريكا ما اخذت يعني انت مثلت الدنيا كلها واحد تمثل في امريكا؟ حاجه غريبه بصراحه يا احنا ما شفناكش اساسا احنا في مجتمعاتنا ما اخذت انك تشوفني الله غالي لا تحاول تضرب انت مش هيك ما في الزمان ما اكلها في الحكيم لا بس انت مش شايف نفسك بصراحه يا استاذ اسمح لي يعني حبيبي ما انت الحكيم انت قاعد تقعد المهم انتوا هذا الوقت اي اسم البرنامج هذا اي وقت طلعوا والله انه طلع بعد صلاه الفجر اسمع توقيع رائد يوقع على المنطقه وقع لهم وشوف الكاميرا لا يا استاذ ترى انا عارف تعال تعال زين اعطيني الكاميرا
زين علومنا. عبد الحكيم ما شاء الله عليك يعني جاي نشيط شكلك شارب حليب. لا والله شارب شاي بس مو سكر مو سكر. ايش تقول لجمهورك ومعجبين بتمثيل عبد الحكيم الصالحي؟ ايش تقولهم في شهر رمضان الماضي؟ يعني اتمنى لهم اول شيء متابعه شيقه لدرايف كور، واتمنى لهم يخفوا شويه من الانتقادات، احنا ترى نسوي اللي علينا والباقي على الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله درايف كور راح يكون افضل بكثير من المسلسلات الماضيه درايف 1 و 2 و 3 يعني. اكلت المقلب؟ والله المقلب البدايه كشفنا يعني بس قلت امشيكم. خل عنك خل عنك. لا 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 المقلب قول. اسمح للي اسمح للي دبل ال يعني اسمح للي اسمح للي ومع السلامه مع السلامه. اسمح للي ايش